تكلم على المشاركة ديالك في النسخة الرابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي. النسخة الرابعة لمهرجان الفيلم العربي، أنا كعضو في لجنة التحكيم يحصل لي الشرف طبعا الحال أن أكون في هذه اللجنة اللي متكونة من ناس من مختلف بلدان العربية، من تونس، من الإمارات، ومن مصر، ومن سوريا. هذا جميل جدا، هالباتش وورك اللي يأتي من كل المدن المغربية باش نشوفوا أفلام ونحاولوا ما أمكن أننا نقيمها بكل تواضع وبكل مصداقية، وهذه مهمة جميلة جدا حتى تعطي لي هذا الشرف. أنا فخور بهذا المهمة نكون بين هذه الأعضاء المتميزين. واش كاينه منافسة قوية بين الأفلام المتبارية وهذا الشيء غيصعب عليكم اختيار العمل المتوج، ولا كاين مستوى يعني متقارب، ولا كاين زعما تفاوت اللي غيسهل عليكم المأمورية؟ عمر ما كاينش المأمورية دائما في لجنة التحكيم كتكون صعيبة، وصعيبة بزاف حيت ما كتبغيش كتظلم، حيت كل واحد جايب ان باك جراوند ديالو، وكل واحد كيعطي الفكرة ديالو، وكل فكرة فهي تحترم بطبيعة الحال. حنا كنحاولوا أننا ننسقوا بيناتنا، نحاولوا أننا يكون واحد تبادل الآراء، الكل يدلي بدلويه، ولكن دائما الاحترام، وكتكون كذلك ملي كيكون اللي كنقولوا الانتخاب لو فوت، كتكون الناس اللي عندهم نفس الاراء هما اللي كنردخوا لهذا بطبيعة الحال الاراء ديالهم، لان كثار كل واحد يقول راي واحد في اربعه الناس قالوا ايه وواحد قال لا، بطبيعة الحال كنردخوا اربعه الناس. المنافسه قويه بزاف بطبيعة الحال، تكون قويه هذه لا شك فيها. فنبغيو نعرفوا انه الراي ديال واحد يعني ولد يعني الميدان كيف كيقولوا، فالراي ديالك في هذه المهرجانات الى اي مدى كتساهم يعني في التطور ديال صناعه السينما بالبلدان اللي كتحتضن مثل هذه الانشطه الثقافيه؟ وانا كنقول المهرجانات هي ظاهره صحيه، انا كنعاود نقولها، لان هي ثقافيه، وشعب بلا ثقافه فهو شعب لا وجود له. حنا محتاجين لهذ المهرجانات حتى نعود المتفرج المغربي انه يرجع للسينما شويه، يشوف الافلام، وملي غيشوف افلام كثير الافلام وذاك الفيروس يدخل ليه شويه، ويحاول انه يمشي يشوف الافلام في القاعات السينمائيه ودي الاطفال ديالو. انا مع فكره المهرجانات، غير تكون مهرجانات جديه كما كنقولوا، ماشي مراها الربح، تكون جديه بحال مهرجان الفيلم العربي. مهرجان جميل وجميل جدا، اللي كنتمنى لي انه يتطور اكثر، لان المهرجان نظن المهرجان الوحيد للافلام العربيه في المغرب. وانا كنقول بالعكس، مزيان لينا حنا، مزيان المتفرج المغربي انه كيجي كيتفرج وكيتفرج بدون مقابل، كيجي كما كنقولوا حنايا كيشارجي انه يتقف يشارجي راسو، يعرف ماذا يجري في البلدان الاخرى. انت كفنان يعني مقل في الاطلالات ديالك، ويعني وحتى على السوشيال ميديا، شنو السبب؟ واش هذا اختيار ولا؟ انا دخلت سوق راسي وفي هذه البلاد، انا شنو بغيت يزمو، انا نقول لك دخلت سوق راسي وفي هذه البلاد، واحد يدخل سوق راسو. الا بغيت نخرج شي حاجه غندير شي حاجه جديه، ماشي عفمو داوي خاوي كما كنقولوا حنا بالدارجه. لا، انا هادشي من الله، كما كيقول لك ان بوفير فرونسي كيدي فيفغ كاشي فيفغ اورو تو سامبلومون. ماشي انا كل باش تبقى لك قيمتك بطبيعه الحال، وانا هادشي ما عطى الله السوق، انا هكاك اللهم يا با ميو لا ديسكريسيون يا با ميو. ماشي انا نبدا ايطالي حياتي كلها، اشكلت اليوم اشكلت غدا، انا درت وكل وداك الشيء اللي كيديروا، داك الشيء كل واحد حر في راسو، وانا احترم حيت هو كيشوفها هكاك، انا احترم واخا لست متفق معه ولكن احترم، لان ربي ما فرق الروس الا كل واحد يدير ما بغى، وحنا عندنا الديمقراطيه، وانا احترم هذه الديمقراطيه في اي احد، غير واحد ما يدخلش فيها، طونك ما يدخلش فيها انا كل يبقى في مكانه، لان ما كيضرنيش. يعني كنقول واحد القضيه، طونك دير شي حوايج وما كدرش الاخر انت حر. هذا الشيء بخصوص التواجد ديال هاد الناس على السوشيال ميديا،
شنو الراي ديالك في التواجد ديال هذا النوع من الناس اللي زعما جمعوا فولورز من خلال بارطاج ديال حياتهم الشخصيه وامور اخرى وفضائح وغيرها، يعني يكونوا واحد الرصيد مهم للفولورز او المتابعين، ومن بعد هذا الشيء سهل لهم انهم يقتحموا مجال التمثيل والسينما، فانت واش هذا الشيء ظاهره صحيه؟ مع كل احترام انا جي غير كونتر الناس، غير بغيت تمثل سير قرا سير دي انفورماسيون تكوين واجي مرحبا بك اخويا، ابواب مفتوحه وماشي كل ما هب ودب، ولكن لا فوت ماشي ديالهم ثاني، ماشي الغلط ديالهم، الغلط ديال شركه الانتاج، هذا هما اللي كيجيبوا هاد الناس اللي كيجيبوا اجي كتمثل. ولكن شوفي لا يصح الا صحيح، كيقول لك فرنسوي لا روتورن، الدور كدور تو سامبلومون، ودائما غيكون دائما انا كنقول دائما ما يصح الا الصحيح، وما تكون حيت كنقول ملي كتبني بيت لا ما كانش الساس شاد كيريب داك البيت، ولا كان الساس شاد كيبقى داك البيت شامخ. وانا كنقولها كدور الدوره لا يهم ذلك، اللي عنده عنده. صار كيعاتبوا انه نفس الوجوه تتكرر خصوصا برمضان وفي نفس الاعمال، وفي ظل يعني تغييب او لا غياب مجموعه من الرواد ديال الفن في بلادنا، فشنو رايك في هاد جوج المسائل؟ جيبوك يا مولاتي، انا اؤمن واحد الحاجه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هادو رزقهم اللي انا ما ندخل في عباد الله، رزقهم عطيهم ليهم الله، باغي جاب ربي جاب لي غيلعب هنا وغيلعب هنا الله يعاونه ويسعد عليه، حيت رزقي ورزقك مكتوب لنا الله سبحانه وتعالى، ما غندخلش انا في هادشي لان الممثل خدمته هذيك، ماشي اي متفق معاك كتلقاهم بزاف الاعمال ولكن لافوت ماشي ديالهم، لافوت ديال الناس اللي شادين بزمام الامور، كاين هناك ممثلين انا كنعرفهم ممثلين اكفاء، ما نقول لك انا ممثلين وممثلات ما كيعيطوش ليهم، ولكن شوفي والله ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، انا ايماني بالله قوي حيت رزقي تطير ولا تنزل، يوم في خاص فرح ربي كيقول لك فوالا انتم اللي غدي وغدي وغدي، لا شنو غادي نصدع راسي، رزقي كيجي غير خدم عبدي وانا نعاونك، انما ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ماشي ربي غادي نقول ناري لا دنيا ناري خايبه الدنيا ما عرفت مالها جاتني خدمه، لا خدم اسيدي وربي كيجيب كما تخمي، حنا شوفي حنا امنا بالله كبير وكنتيقوا في داك الشيء وكنبغيو وكنحبوا المهنه ديالنا وكنديروها بقلبنا، وما شوفي وكنقول وحنا ماشي هنايا انا باش نجي نبقى غمدي، لا بغيتيني مرحبا ما بغيتينيش الف مرحبا، رزق يجيبه لي الله. سيدتي ومولاتي كل الاعمال يا سيدتي فهي جميله كل الاعمال فهي متساويه، انا كندير واحد المهنه انني ممثل، والممثل خصو يكون كالحرباء، انا كنقولها الممثل كالحرباء اي لون، عندك 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 ثلاثه ديال لي دومين، عندك المسرح السينما والتلفزه، انا كل متساوي، ولكن كل ميدان له نشوته، كل نشوه كل له نشوته، وانا احب زعما ما نقولش انا علاش كتجي شي حاجه كناخذ فيها النشوه ديالي، كنعاود نحيي فيها كنحيا فيها من جديد، كنعاود نخرج من راسي وكنمشي نعيش حيوات. شنو هي الاعمال يعني السينمائيه او التلفزيونيه المستقبليه؟ هناك اربعه افلام سينمائيه باقا ما خرجت للوجوه، كاين فيلم امل وفيلم بلجيكي اللي صورته في بلجيكا في بروكسل مع مخرج بلجيكي من اصول مغربيه جواد غليب، كاين هايش مايش لهشام العسري، الممثله لحسن غنجة، وشلومو اللي المروزي، وكاين كاين المسرح اللي كاين فيه المسرح اللي كاين الضاويه قسم الضاويه لياسين احجام، وفواياج او سفر فواياج اون فرونسي بالفرنسيه من اخراج ودراماتورجيا محمود الشهدي، وان شاء الله كاين مهم داكشي باقي ما طونك يا دي تروك غتكون مستقبليه في التلفزيون، ولكن ما باقي ما بصمناش تيمونات الخير، انا باقي ما نبصمش كنحكم على فمي. كلمه اخيره للجمهور ديالك ومشاهدي لسيت انفو. كلمه اخيره لهذا الجمهور الجميل، كنعاود ثاني دائما نفس انا كنقولها دائما، كنتمنى ان اكون عند حسن ظني اولا وعند حسن الجمهور، لماذا عند حسن ظني؟ حيت عند حسن ظنك كتكون دائما داك النشوه، وديك النشوه كتعادي الاخرين كيمشيو بها. كنقول انني عندي واحد الامانه على عاتقي بالنسبه للجمهور، لان لولا ذلك الجمهور لما كنت انا
في هذا الميدان، لان يعني عند طبيعه الحال لان الجمهور عندنا هو اللي كيشوف فينا، وبفلوس هذا الجمهور كنديروا هذه الاعمال بطبيعه الحال. فلهذا هذه امانه على عاتقنا نكونوا ان شاء الله عندنا حسن النيم.